الله جميعا، امس ما قدرت اجي عشان مره انشغلت، لكن ان شاء الله اليوم نسولف عن شوك ويفز وسوبرسونيك سبيد. اوكي انا جبت سيره شوك ويفز وسوبرسونيك سبيد. وش يعني؟ لما شيء يمشي بسرعه اكبر من سرعه الصوت. الحين الصوت يسوي موج right? like خلينا قاعده انا وقاعده اسمع مثلا اغاني، قاعد من السبيكر، وش يصير؟ السبيكر هو السورس او المصدر، فيبدا يطلع منه دويرات. خلينا نتخيل دويرات، هذه موجات الصوت عشان كذا نسمع. الحين لما حنا نكون جنب مويه ويدنا حجره ونجدعها في المويه، وش يصير؟ يصير شيء زي كذا. هذا نفترض الحجره، يصير الموج يتحرك بسرعه متساويه في كل الاتجاهات. قطر الدائره يبدا يكبر يكبر يكبر، هذا اسمه ويف فرونت. اوكي سو اعطيتكم كذا يعني شيء تقدرون تتخيلون كيف الموج يتحرك الصوتي. خلونا شوي ناخذ شيء انساني. الانسان من حينه كان عنده رغبه انه يمشي بسرعه اكثر واكثر، فبدينا بسكليتات، بعدين قطار، بعدين سياره، بعدين طيارات، بعدين طيارات نفاثة، بعدين صواريخ، وقلنا كملنا. الحين أول شخص قدر يخترق سرعة الصوت هو تشوك ييجر، كان يطير The Bell X-1 aircraft. قبل تشوك ييجر كثير حاولوا يوصلون هذه المرحلة، لكن الطيارات غير مهيئة أنها تطير في هذه السرعة لأنها غير مصنوعة لهذا الغرض، فكانت تصير تتدمر. So تشوك ييجر قدر يسافر بسرعة 1127 كيلومتر في الساعة، فاخترق سرعة الصوت. خلونا نرجع لسالفة الساوند ويفز عشان نفهم وش يعني شوك ويف. نأخذها واحدة واحدة. أولاً نفترض انه السورس، لما نقول سورس هو الشيء الذي يتحرك، في هذه الحالة هذا لا يتحرك، فوش يصير شكل الويفز؟ عندنا هنا ويفز دائرية، يعني مقرها حيكون من هنا. طيب وش يصير لما يبدأ السورس يتحرك، بس يتحرك بسرعة أقل من سرعة الصوت؟ تبدأ الدائرات يعني تتجمع هنا. تخيلوا قطار، حين أشرح. عندما تتجمع الويفز هنا هذا اسمه دوبلر افكت، عشان كذا نسمع لما يتحرك القطار انه الصوت عالي جدا في البداية. اوكي من هنا خلينا نقول اوكي الان بدأ هذا السورس يتحرك بسرعة مساوية لسرعة الصوت، وش يصير في الويفز؟ تصير الويفز تتداخل، اوكي فكلهم يبدأون يتلصقون هنا. طيب وش يصير لما السورس يتحرك بسرعة أسرع من سرعة الصوت؟ كذا يصير هذا السورس يتحرك بسرعة أسرع من سرعة الصوت، لذلك يصير هناك ماك كون، هذا شوك ويفز. لما الطيارة تسافر بسرعة أكبر من سرعة الصوت حيصير نفس الشيء اللي وريتك مياه، عندنا الشوك ويف هنا من النوز. السفر بسرعة الصوت، الحين هنا قاعدين نخترق الهواء، وش يصير في الهواء اللي حوالينا؟ So مهما كان الماء الموائع هنا سواء كان هواء أو أي شيء، لما يصير في شوك ويف حيصير في تأثير على المائع نفسه. So, إذا ناخذ example حق أنه طيارة قاعدة تطير، الهواء خارج الكون وداخل الكون الضغط ودرجة الحرارة وكثافته تتغير. هذا التغيير يحصل يعني abruptly، يعني تغيير كبير في فترة صغيرة. So هنا أنا شرحت وش هي shock waves ووش يصير لشيء يسافر أو يسير في سرعة أكبر من سرعة الصوت. إذا بعضكم مثلا راح air show اللي تتفرجون على الطيارات تطير، وبعضها طيارات حربية وتسمعون صوت كذا boom، هذا الصوت اللي تسمعونه اللي boom كذا اسمه the sonic boom، اللي يدل إنه الطيارة قاعدة تسافر بسرعة أكبر من سرعة الصوت. في الفيديو تشوفون الطيارة
بعدين تسمعون الصوت. ليش؟ لأنه الطيارة قاعدة تطير بسرعة أسرع من الصوت اللي قاعدة تطلعه. سو ليش تشوفون الطيارة بعدين تسمعون؟ بالضبط عشان كذا. هنا الطيارة والصوت اللي قاعدة تطلعه وراها، عشان كذا نسمع الصوت بعد ما نشوف الطيارة. خلنا أحكيكم قصة صارت لي مع السونيك بوم هذه. الحين أنا كنت نايمة وكنت عايشة جنب كينيدي سبيس سنتر اللي هو فين يقلعون ذا سبيس شاتل. تقريبا على الساعة 6 الفجر وانا نايمة حسيت ان البيت رج، بعدين قلت اوه يمكن هذا انا قاعدة اتخيل لانه ما في زلزال في فلوريدا. يوم قمت لاحظت انه اليوم رجعت السبيس شاتل من الفضاء ومرت من جنب بيتي، عشان كذا هز بيتي لانه it passed with a sonic boom. لما انا اقول pass مو معناته انها مرة قريبة من بيتي، لكن قريبة enough انه the sonic boom affects the pressure انه البيت يرج. الحين بعض الأحيان سويتوا جوجل على سونيك بوم أو شيء زي كذا يجيكم صورة زي هذه. ليش يصير هذا الكلاود؟ هذا يصير عندما يكون في هناك هاي كوندنسيشن. أنا حوقف هنا وإن شاء الله تكونون استفدتوا مني. الهدف من هذا الموضوع إنه إن شاء الله نتكلم عن كيف الواحد يسوي ديزاين عشان يتحمل هذا.